فاش كيصوني لك التليفون وكيشوف اخوك الصغير النوع الاول. اختي سلمى، اختي سلمى، مالك ولدي حسام؟ ياك لاباس، شفتك بحال بغيتي تقول شي حاجه وملي شفتينا وانت تسكت. لا والو ماما، ما كاين حتى حاجه. ايوا صافي ولدي حسام، ملي ما كاين حتى شي حاجه هادشي اللي بغيت في خاطرك. لا ماما، ياك كنت كنلعب ما كاين والو. سلمى، سلمى، تيصوني لك مافي في التليفون. اه صافي اخويا حسام، شكرا بزاف حيت علمتيني عب شويه، عمري نسالك هاد الخير، انت احسن اخ في العالم. ماشي مشكله اختي سلمى، ها هو التليفون هنا. تبارك الله صلى الله عليه، باش كيعجبني حسام مفاهم هو واخته، وياها فاتحه تبارك الله صلى الله عليه فاهمين في كل شيء، عمرهم تابزوا. النوع الثاني. اختي فاطمة، اختي فاطمة، وتليفونك من قبيله هو تيصوني، تيصوني ليك حبيبي حمزة. اه تيصوني حبيبي حمزة. عاود عاود شنو قلتي؟ شكون صورة ليا؟ شنو قلتي؟ حبيبي حمزة؟ لا صافي لمك، ما بقيتيش كتحشمي، تقول حنا ماشي والديك. لا لا عبلاتي عبلاتي، راه ما فهمتوش، هادي راه فاتحة النقاشة، راه ما عرفتش يقراها مزيان. ها انت عاود قراها، عاود قراها مزيان. الا عاود قريتها مزيان وبزاف المرات. هانتي كاتبه حبيبي حمزه وحداه نقطه وقلبه خاتم، وهي طال عليا تصويرته، هو سمر وطويل وعنده اللحيه. علاش فاتحه النقاشي عندها اللحيه؟ اه حقا نسيت ما قلت لكمش، راه حتى ديك فاتحه النقاشي اللي كتنقاش ليا راه حتى هي طويله وسمراء وعندها اللحيه. ولا راه دويت معاه قبيله، راه الصوت ديال راجل كبير. ويلا ويلا، علاش هو هاد المغوص خارج لي في عودي؟ والله الا بقات فيك ما مشيت فيها. ويلا ويلا هابات، نوض السي حسن تعرض لي من الهي، نوض، هادي هي الترابيه ديالي لمك. ناهيك حالاتها اليوم غادي يقتلوها عصا. ها هو تيصوني حبيبي حمزه. الو، واش انت كتنقش؟ لا حقاش، قالت ليهم انت سميتك فاتحه النقاشه ياك.